سلام الله عليكم. هذا الطفل عندما كان عمره سنة طبعا طلع فوق برميل وسقط على الأرض. عندما سقط طبعا أسعفوا المستشفى، فقد حاسة اللمس وحاسة الذكاء، أيضا العصب السمعي. الآن قرروا يعني عملية على سبب أنه بالعصب السمعي، على سبب أنه يرجع سمعه. أيضا اللمس، شوف زي ما الآن يده، الآن يده حارقة يعني برون تحسن، يعني بدون العلاجات كان ما يمسك، حتى يمكن يمسك يعني جمر، اي حاجه، زجاج، مسامير، ما يحس بها، يعني عنده الحس تماما. ايضا قرروا ثنتين سماعات، يعني البديل، اذا ما قدرش يعمل العمليه البديل، الثنتين السماعات ب 1500 دولار. الولد من اسره طبعا فقيره، الام تكلمني تقول يعني نفسي انا مثلا ان ابني زي ما اي ام وطفل، يعني احيانا يبكي قال ما ادري ايش موقفه، حين يكون مريض يتألم ما يجي يوجعه، جاوع عطش، قال هذه، قال أكثر الحين يكون يكلمني أشتي أدري مو بنا والله إنه يجي يلطم نفسه يبكي، قال لما يجلس يبكي جنبه، ما أدري وش يعني حتى الآن، يعني مو المعاناة اللي دخل بها هذا الطفل. فلما رجعوا عملوا له الفحوصات وهذا، قرروا إنه عملية على سبب إنه الولد يرجع طبيعي. العملية زي ما ذكرنا 3000 دولار أو السماعتين ب 1500 دولار. الولد طبعا الحس زي ما يحس، حاسة الذكاء أيضا، العصب السمعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فرج كربة أخي المسلم فرج الله كربته. أنا أتمنى من جميع من تابع الفيديو فعل خير أن يحسوا بوجع الأم أكثر من الإبن لما تتألم 24 ساعة عن نفس المعاناة ونفس البكاء. أسألنا الله ثم من كل فعل خير مدد العون لهذا الطفل، وجزاكم الله خير.